الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى النائم في منامه أنه يسير على رمال الصحراء في المنام علامة على الترقية في وظيفة والله أعلم، ورؤية السير على رمال الصحراء حافي القدمين في المنام علامة على ديون كبيرة تقع على كتف الرأي ولا يستطيع سددها والله أعلم. وإذا رأى الأعزب أو المتزوج أنه يسير على رمال الصحراء مرتديا فردة حذاء في رجله علامة على فسخ الخطبة أو الابتعاد عن الزوجة إذا كان متزوج والله أعلم. كما تدل الرؤية على فسخ عقدة شراكة مهمة لدى صاحب الرؤية، يعني لو كان صاحب الرؤية مشارك حد في تجارة أو مصنع أو شركة، للأسف الشركة دي أو التجارة العقد بتاعها هينتهي يعني أو هيفك الشراكة. وإذا رأى النائم في منامه أنه يسافر إلى الصحراء بوسيلة السفر الأساسية قديما كالجمل مثلا، فهي رؤية محمودة تدل أن صاحب الرؤية شخصية قيادية في الحياة والله أعلم. وفي حال سفر الرأي إلى الصحراء ولم يعرف الجهة التي سيسافر فيها والله أعلم، تكون إشارة على التوتر والارتباك في الحياة والله أعلم. كما تدل الرؤية على مواجهة عدو قوي جسمانيا والله أعلى وأعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه ضاع في الصحراء ولم يعرف طريق العودة علامة على عدم رضا صاحب الرؤية عن حياته والله أعلم. وفي منام الموظف تدل رؤية الضياع في الصحراء على الاستقالة من العمل والله أعلم. وإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها داخل الصحراء بمفردها علامة أن هذه الفتاة تعاني كثيرا من الوحدة في حياتها والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.